ربنا يا يكرمكم، يعني انتوا الاربعه طبعا وزمايلكم السته تانيين، عاوزين نقول اسمهم بقى ميلاد عشان نكرمهم كده معانا في يعني عشان نذكرهم بالتكريم. يعني دي الأول اسماء السته بقى اللي هم من العشره. في احنا ملحوظة، في اتفضل. ملحوظة إن احنا 10 ترتيب أوائل، بس في احنا مش مكرر. 10، إن كل مركز في يعني مركز أول ومركز أول مكرر في كده، بس المركز الأول لا، في تالت مكرر وفي رابع مكرر أكتر من شخصين، طبعا. وكلهم كل يعتبر 10 من مدرستنا نفس المدرسة، وده كان المدرسين من سنة أولى داخلين وقايلين لنا أنتوا هتبقوا كذا، يا ونفس سلام. الترتيب طلع. طب ما نقول اسماء المدرسين العظام دول مين بقى؟ الأستاذ محمد عبد الحميد استاذ طبعا، محمد الأستاذ عبد تامر الحميد صبر معوض، طبعا انت رئيس الحقيقه، قسم الكهرباء، أستاذ طبعا صلاح عطية، الأستاذ استاذ صلاح صلاح عطيه، المصري مدرس طبعا الرياضه، الأستاذ محمد الأستاذ خلاني مدرس العربي، الأستاذ احمد زيانة فرحات، فتحي، أستاذ فتحي الجندي الله أخصائي اجتماعي مدير المدرسة، المدرسه، استاذ مهندس بهاء الدين اسماعيل، مستر محمد عبد الحفيظ جمله خالص. الله. عاوز اقول لكم المشهد ده والله العظيم يا جماعه اللي انا بتفرج عليه ده مشهد سينما، مجموعه من اجمل وانجب ولاد وبنات مصر مع بعض بيذكروا اسماء معلميهم بكل خير، وكمان يعني حافظينهم وبيقولوا بيتدافعوا، يعني قد ايه قد ايه حاله الحب والجمال. يعني مين احنا معانا؟ واحد مدرس، مدرس مين بقى ده؟ ده اهو استاذ عشان صلاح عطيه، رئيس قسم صلاح الكهرباء، عطيه رئيس ده القسم. راجل عظيم والله الاستاذ صلاح طبعا استاذ تامر صبر معاه، استاذ تامر اهو معانا اهو، الله على الجمال. دي مامتي، والدتك ست الكل، حبيبه قلبي، الله. ده عائلتي انا. شوف الصورة دي، ده فين؟ ده عيلتك يا ولاد؟ ده عيلتي الله انا. الله على العيلة المصرية الجميلة الأصيلة والبيت الحلو المصري. الله الله. أنا يعني عاوز أقول لكم أنا فخور بيكم جدا، وبلدكم فخورة بيكم، مجموعة من الأوائل المحترمين يعني، وأيضا يعني كل الشكر والتحية والتقدير لأهالي الشرقية لأنهم قدموا الأربعة اللي حضراتكم شفتوهم. نشكر حضراتكم جدا على هذا اللقاء الممتع ان شاء الله، ويا رب امانيكم تتحقق باذن الله، يا رب ان شاء الله، ونداءكم وصل، ويا رب يحصل استجابه او دراسه للنداء اللي حضراتكم قدمتوه. نشكر حضراتكم.